نشكر باسمي وباسم اللجنة التنظيمية والتحضيرية الضيوف الكرام اللي جاوا شرفونا بحضورهم الكريم وأضافوا طاقة إيجابية لهذا الجمع العام التأسيسي. كنشكر كذلك باسمي وباسم اللجنة التنظيمية العضوات والأعضاء اللي جاوا من مختلف جهات المملكة. منتدى السؤال وحدا كنت منتدى وحدا عشت في الأوطان للولا عنوان هذا مدى يهدى لدى جيمهني وبالأمها وكثر الوطان لا يفوتني. بغينا نقول لكم بان اللجنه التحضيريه كانت مكبت على هذا العمل ازيد من 5 اشهر. كانت عندنا لقاءات شبه اسبوعيه باش ننجحوا هذا التظاهر هذه ونشوفوا التاسيس التي سنشتغل عليها ان شاء الله فيما بعد على تقسيم على شكل 11 مجالا التي تضمن الاشتغال على معظم المجالات الحيويه ببلادنا بجميع الفئات العمريه في المساهمه والاسهام في التطور ديال ان شاء الله ديال الاقتصاد الوطني في المجال الاجتماعي ايضا. هذه الهدف يعني بسيط ولكنه كبير. بسيط لان هذا واحد الاطار غادي يجمع عدد من الكفاءات الوطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم عن مواقعهم، كفاءات داخل المغرب وخارج المغرب اللي مستعدين انهم يساهموا في الديناميه الجديده بالنسبه للبلاد ديالنا. طبعا كنلاحظوا اليوم مع النموذج التنموي الجديد ومع هذا الاقبال الكبير على الوطن ديالنا الحمد لله منذ مده في الاستثمارات في السياحه، ولكن الان بعد كاس العالم سيزداد. اعتقد اننا جميعا نحتاج اننا نخلقوا هذه الديناميات، ماشي ضروري تكون مبادره واحده. انا دائما مع فكره ان تتنافس المبادرات فيما بينها، كل واحد اللي عنده شي فكره سواء كانت مبادره محليه او جهويه او مبادره وطنيه او مبادره يعني قطاعيه، نطلقوا هذه المبادرات ونتنافس على هذه المبادرات. كل واحد يجيب احسن ما عنده من افكار، احسن ما عنده من اقتراحات، احسن ما عنده من مبادرات، وهذا لن يكون فيه الا فائده للوطن. المهم ان تكون التوابيت حاضره، التوابيت الوطنيه، أن تكون نزاهة، أن يكون احترام القانون، وأن يكون التنافس بين كافة الفاعلين. هذه هي المبادرة اللي نطلقوها اللي غتشتغل في المجتمع، اللي غتشتغل في مجال التنموي الاقتصادي والاجتماعي، اللي غتشتغل في مجال ديال التأطير، واللي غتشتغل طبعا في مجال ديال الترافع على القضايا الوطنية. فكنشكر وسائل الإعلام على هذا الحضور وعلى هذا المواكبة، وغتكون عندنا محطات لأنه غنحاول ما أمكن بطريقة ذكية نخلقوا تنافس بين الأعضاء. كل عضو غادي يكون عنده انتماء لجغرافيا اما لفرع او غيكون عنده انتماء لمجال ديال العمل، وغنخلقوا تنافس بين المجالات. هذا الشهر المجال الاقتصادي والاستثمار، الشهر المقبل مجال الفن والثقافه، الشهر اللي من بعد منه يعني مجال المراه والتنميه، او في نفس الشهر تكون عده، فغنخلقوا نوع من التنافس بين الفروع. ممنوع ان يكون الجمود والكسل لان هي مبادره، فبالتالي الناس احرار الانتماء اليها، ولكن لابد من العمل ولابد من الانخراط في الديناميه ان شاء الله.